$100 سعر استحصالي بطاقة اللقاح دون أخذ الجرعات. شو نظام البطاقة يعني؟ أنا ما أرد ألقح. ما شايف. عندي سفرة قريبة. بسيطة سهلة. ودي يطلبون بطاقة مع اللقاح وبطاقة دولية هاي ال. بسيطة. بسيطة. بطاقة دولية هم سهلة يعني. هم تطلع؟ هم تطلع سهلة. سعر البطاقة. الاعتيادية بدون SMS. يعني SMS تعرف تأكيد البطاقة. يعني توصلني رسالة على التليفون. توصلك مسجين. بالجرعة الأولى وبالجرعة الثانية. توصلك. هاي سعرها. أنا خايف يعني لا تطلع يعني مو صحيحة وتطلع. صحيحة وتقدر أنت الجهة اللي راح تودي لها تقدر تسوي فيها صح الصدور. زين. هاي اللي أم SMS. متيقنين من شغلنا و. قد تقريبا سعر. سعرهم SMS تقريبا $100. سماسرة يتعاملون بإصدارها يصلون إلى الحاسبة الرئيسية ويدخلون المعلومات ويستلم صاحب الطلب رسالة نصية تؤكد تلقيه الجرعات كأي شخص أخذ اللقاح. روح طلع بها صحة الصدور والمتاح. متأكدين من شغلنا و. حبكيها حبكة زينة يعني. عشتي. شو وقت أجيب لك المستمسكات؟ عادي رقم يمك وأي يوم تحب حاضر عني. خلال 24 ساعة أجيب لك؟ 24 ساعة أجيب لك الكارت. ثاني يوم أجيب لك. بس السعر ما بمجال شو السعر عالي؟ ما هو السعر هو هذا سعر يعني. طبيعي بنت؟ شوية. راعينا بي شوية. لا ما بي ما بي. زين البطاقة الدولية شلون طلع عليها؟ البطاقة الدولية بسيطة همينة 75,000 100,000 ترهم. من نطلع لك الكارت الأول أبو $100 طبعا المفعل به SMS الرسالة النصية نقدر نطلع لك بطاقة دولية. يصدرون أيضا بطاقة غير مزودة برسالة نصية ثمن إصدارها أقل كونها غير مسجلة تستخدم فقط لمراجعة الدوائر. والاعتيادية إذا تريدها مع الدوائر هي تمشي بها أمورك طب دائرة مرور كاتب عدل ما أعرف شنو من هاي الدوائر اللي يطلبون هاي موجودة $50 يعني 75,000. لا تطلع كم يوم تطلع؟ خلال 24 ساعة. مساحات السفر هي أيضا تصدر دون فحص لمن يرغب بإصدارها وهو في بيته. مرات مستعجل فاللقاح يتأخر عليه فمضطر يروح يسوي مسحة على السريع يعني على السريع يعني مقصد بفلوس. من بغداد مصطفى لطيف قناة دجلة الفضائية.